مباراة الذهاب التعادل دون أهداف بين الفريقين، نحكي على مدى جاهزية المدافع محمد أمين بن حميدة اللي كان تعرض للإصابة في مباراة الذهاب، إصابة غادر على أثرها الميدان. محمد أمين بن حميدة باش يسافر مع بقية اللاعبين إلى القاهرة آخر 48 ساعة باش تحدد إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها، لأنه نسبة كبيرة محمد أمين بن حميدة باش يكون حاضر في مواجهة الأهلي المصري نهار السبت. نعاود نذكر بالموعد، السبت 25 ماي، موعد الدورة النهائي مباراة الإياب 6 متاع العشية. من الحديث على جاهزية الظهير الأيسر للترجي محمد أمين بن حميدة، نحكي على وضعية الظهير الأيسر للمصري التونسي علي معلول. علي معلول اللي أجرى البارح عملية جراحية، فريق الأهلي أعلن نجاح العملية الجراحية عملها علي معلول البارح باش يرتاح معلول على أثر العملية هذه جمعتين، ثم يبدأ مرحلة التأهيل. كما ذكرنا غدوة الموعد، موعد السفر إلى القاهرة، ورسميا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي باش يكون في استقبال نهار الأربعاء وفد الترجي عند وصوله لمطار القاهرة. من الحديث على كأس رابطة الأبطال الإفريقية إلى تعيينات حكام الجولة الرابعة إياب مرحلة تفادي النزول بلاي أوت الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولة رابعة على دفعتين غدوة الأربعاء من 3:30 متاع العشية. مستقبل سليمان في ملعب سليمان يستضيف مستقبل المرسى، مباراة يدير الحكم يسري بوعلي. في نفس اليوم في نفس التوقيت في ملعب تتاوين، ملعب نجيب الخطاب اتحاد تتاوين يستضيف الاتحاد الرياضي ببنغردان، مباراة يديرها الحكم هيثم القصعي. وهيئة الاتحاد الرياضي بتتاوين قررت الدخول المجاني لجماهير اتحاد تتاوين لتشجيع فريقها في مواجهة اتحاد بنغردان. دفعة ثانية الجولة الرابعة إياب نهار الخميس 23 ماي من 3:30 متاع العشية، نادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت يستضيف القوافل الرياضية بقفصة، مباراة يديرها الحكم محرز المالكي. وفي ملعب المتلوي نجم المتلوي يستضيف الأولمبي البيجي، مباراة يديرها الحكم أسامة بن إسحاق. هذا الترتيب قبل مباريات الجولة الرابعة إياب، الصدارة للنادي البنزرتي 22 نقطة، المرتبة الثانية للأولمبي البيجي 21 نقطة، المرتبة الثالثة للاتحاد تتاوين 18 نقطة، المرتبة الرابعة للاتحاد بنغردان قوافل القفصة 16 نقطة، المرتبة السادسة لنجم المتلوي 15 نقطة، المرتبة السابعة لمستقبل المرسى 12 نقطة، والمرتبة الثامنة لمستقبل سليمان براسي 9 نقاط. من كرة القدم إلى كرة اليد، الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت مواعيد الأدوار النهائية للبطولة والكأس. بالنسبة لنهائي بطولة النخبة الذهاب غدوة الأربعاء 22 ماي في قاعة رادس 6 متاع العشية، النادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي، مباراة باش تكون بحضور جماهير النادي الإفريقي. مباراة الإياب نهار الأحد 26 ماي 6 متاع العشية، الترجي يستضيف النادي الإفريقي، المباراة بحضور جماهير الترجي. مباراة الترتيبية نهار الأربعاء 22 ماي من 3 في قاعة سوسة، النجم رادي الساحلي يستضيف مكارم المهدية، الإياب 25 ماي 4 متاع العشية في قاعة رشيد خواجة بالمهدية، مكارم المهدية يستضيف النجم الرياضي الساحلي. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت موعد نهائي الكأس. بالنسبة للأكابر السبت 1 جوان هو موعد مباراة النهائي اللي يجمع الترجي بالنادي الإفريقي 5 متاع العشية. الموعد هذايا يتزامن مع مباراة الدربي في كرة القدم 1 جوان. نذكر الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عين مباراة الدربي الجولة الثالثة إياب مرحلة التتويج يوم 1 جوان، ما يعني إمكانية تغيير الموعد هذايا خاصة مع تشبث الجامعة التونسية لكرة اليد بتاريخ 1 جوان لإجراء مباراة نهائي الكأس. نسبة كبيرة وإمكانية كبيرة تاريخ 31 ماي باش يكون الأقرب،
باش يكون موعد جديد لمباراة الدربي، دربي كرة القدم بين النادي الافريقي والترجي الرياضي. نعاود نذكر انه مباراة تو نهائي الكأس كرة اليد 1 جوان، كيف مباراة كرة القدم 1 جوان، واكيد أزمة صايرة توا. الجامعة التونسية لكرة اليد تتشبث بالموعد هذايا وفي انتظار التأكيد، في انتظار التعيين الرسمي. دربي كرة القدم باش يكون يوم 31 ماي، نهار الجمعة 31 ماي، في انتظار زادة التوقيت، وننتظر بلاغ وتعيين من قبل مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. نرجع لي يعني الكأس كرة اليد كبريات، نذكر هذه ساعتين يوم 1 جوان النادي الرياضي النسائي بالمكنين يواجه النادي الافريقي في مباراة دور النهائي. من كرة اليد نرجع لكرة القدم ونحكي على مرحلة التتويج بالنسبة لنهاية الأسبوع الجولة الثالثة في سوسة نهار السبت من 3:30 متاع العشية في ملعب سوسة. النجم الرياضي الساحلي يستضيف الملعب التونسي، ونهار الأحد 5:30 متاع العشية في ملعب بن جنات المنسير الاتحاد الرياضي المنسيري يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي اللي اعلن اصابه لاعب ووضعها الزايد اصابه تعرض لها في المباراه الوديه لجمعه النادي الرياضي الصفاقسي بالملعب الصفاقسي. سي اس اس ربح 4 أهداف دون مقابل، بركات الحميدي، يوسف بشا، حازم الحاج حسن، وضاح الزايدي هما اللي سجلوا اهداف السي اس اس. وضاح الزايدي باش يرتاح 2 أسابيع وبعد يرجع تدريجيا للتاهيل، وبالتالي إصابة تخلي وضاحها الزايدي يغيب رسميا عن مواجهة الأحد ضد الاتحاد المنستيرية. من شوية وصل وفد الاتحاد المنستيري فريق كرة السلة إلى مدينة كيغالي الرواندية للمشاركة في الأدوار النهائية في مسابقة كأس الرابطة الإفريقية البال. الاتحاد المنستيري أول مباراة ليه مواجهة نهار السبت 25 ماي ماضي ساعة ونص ضد فريق بيترو أتليتيكو الأنغولية. نكمل بالتصنيف العالمي لرابط محترفات التنس، أونجابر حافظت على المركز التاسع عالميا، البولونية شفيونتيك تحافظ على المرتبة الأولى، المرتبة الثانية لأرينا سابالينكا، والمرتبة الثالثة لكوكو غوف الأمريكية. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء. Flash Sport.